يا مصطفى، نتعرف على طريقة وكيفية إصلاح حدث خطأ داخل تطبيق تليجرام. نقوم بضغط على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن التطبيق، عفوا سوف نقوم بالبحث هنا عن مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيليجرام. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تليجرام. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا